أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نستأنف بارتو في المحاضرة الخامسة من السنترال نيرفس سيستم موتور. كان في الجزء الأول اللي عملناه دلوقتي حالا كان خاص بالبيزل جانجليا، هذا الجزء خاص بالسيربيلا. ومرة أخرى أعاود للي هيدخل على هذه المحاضرة أول جزء إن البيزل جانجليا والسيربيلم are programmers، بيحطوا خطة الحركات. وبقولها عربي على إنجليزي إن البيزل جانجليا الحركات الباطئة بيزل جانجليا، بينما السيربيلم السريعة، الحركات السريعة، وهم programmers. وقلت انه الامراض بتاعت البيزل جانجليا او السيربيلم حذار انك انت تقول فيها اي سنسو ديستيربنس، فيش اي اضطراب في الاحساسات في حالة السيربيلم والبيزل جانجليا. اتمنى ان السيربيلم ياخد وقت اقل شوية من البيزل جانجليا، كانت اكثر تعقيدا. فنتوقع الله نبتدئ السيربيلم، ومعناها باللاتين الليتل برين، أو في عربيتنا المخيخ، يعني المخ الصغير. الحقيقة السيربيلم بنقسمه حسب الكونكشن يا أولاد وحسب التطور. أول سيربيلم اللي هو الأركي سيربيلم، وهذا الأركي معناها عتيق، لأنه ده موجود في الأسماك وفي الطيور، ما عندهمش غير الأركي سيربيلم، لانه متصل بالفيستيبيول اهو، اللي هي الجزء بتاع الاكوليبريم في الود النون اوديتوري لابيرنث، فسموه فيستيبيلو سيربيلم او اركي سيربيلم. وبيشمل انهي جزء يا اولاد؟ اللي هشاور عليه دلوقتي، فولكيولو نودر لوب اللي هو عامل زي البابيونه دي، نديول اهو بشاور عليها، وتو فولكيولاي. وظيفته واضح من اسمه انه متصل بالنون اوديتوري لابيرنث بتاعت الايكوليبريم، يبقى وظيفته الايكوليبريم. واظن كلنا نعلم ان احلى ما في السمكه يا اولاد هو الايكوليبريم، يعني السمكه طول ما هي صاحيه بتبقى عايمه على سيفها كده، بنعرف ازاي انها ماتت في الميه، بتلاقيها بهذا الوضع، يبقى شوف ماشيه على سيفها كده بسبب الاركي سيربيلا مسؤول عن الايكوليبريم، ومتصل بالنون اوديتوري لابيرنث اللي هي الفيستيبيول، فسموه فيستيبيلو سيربيلم، وظيفته الإيكوليبريم. وبيشمل أنهي حتة في السيربيلم؟ اللي هو المنقط ده، الفوليكيولار نودر لوب. بعد كده يا أولاد اتكون الباليو سيربيلم، وباليو في اللغة معناها قديم، قلنا أركي يعني عتيق، باليو قديم، العتيق طبعا أقدم من القديم. ولأنه متصل بالسباينال كورد بالأنتيرو هورن سيلز فسموه سباينو سيربيلم. الحقيقة هو متصل كمان بالسيربرال كورتكس. طب بيشمل أني حتة؟ الحتة المخططة في النص ده، الميدل لاين، ويسموها فيرمس ومعناها الدودة. ده الجزء اللي هو ده. وظيفته إيه بقى؟ الكوردينيشن، يعني التوافق، وبقولها بجملة أصدها جدا، الحركات الحادثة، يعني هو ينظم الحركة التي تحدث الآن، الحركات الحادثة. زائد نخدناها قبل كده مع الستيتش فليكس ان كان انهيبيتوري تو ماسل تون. ارقى نوع في السيربيلم اللي اتكون في الاخر خالص اسمه نيو سيربيلم، يعني اركي عتيق، باليو قديم، نيو جديد. ده متصل بالمخ بالسيربرال كورتكس، عشان كده سموه سيريبرو سيربيلم. وبيشمل مين بقى؟ الحتتين التو لاترال زونز البيض دول يا اولاد، التو لاترال زونز دول. ده وظيفته بلانينج اند بروجرامينج. بقولها بجمل سهله وحفظتها لاجيال، ان ده كونسيرند، يعني مهتم بالحركه القادمه، مش الحادثه، الحركه المستقبليه، بيبلان لحركه هتحصل، هنشوف بعد شويه. يعني السباينوس ريبيلم معني بالحركة الحادثة، إنما الأرقى بقى اللي هو النيو سيربيلم، السيربرو سيربيلم اللي هو التو لاترال زونز، ده
بيوضب للحركة القادمة planning and programming وهو facilitatory to muscle tone. الحتة دي يا ولاد لا تصلح غير multiple choice. طيب نيجي cerebellar connections. هنا الافرنس من السيربيلم بتعمل اللي جايه للسيربيلم الافرنس يعني الوارد للسيربيلم بتعمل حاجه اسمها كلايمبينج يعني متسلق او موسي يعني شكلها زي الطحالب فايبرز بتنتهي في السيربرال كورتكس قشره المخيخ زي ما المخ عنده قشره المخ الكبير المخيخ عنده قشره سيربيلر كورتكس. سيربيلر كورتكس دي معمولة من 3 layers بس يا أولاد. يعني احنا عارفين السيربرا كورتكس معمولة من 6 layers. الكبير 6 layers سيربرا كورتكس. إنما السيريبيلر كورتكس only 3 layers. فالأفرنت اللي هما climbing والموسي fibers اللي هو الفايبرز المتسلقة والطحلبية دي بتنتهي في الميدل layer عند خلايا اسمها بيركنجي سيلز. طيب ده الأفرنت. البركنجي سيلز بقى هيطلع منها اكسونز تبعت امبلس للسيربيلر نيوكلياي. عندي 3 نيوكلياي. ليه 3 نيوكلياي يا اولاد؟ لان عندي 3 سيربيلر العتيق والقديم والجديد. ففي عندي دينتيت نيوكلياس. دينتيت يعني شكلها زي السنه. انتربوزيتس يعني متوسطه البوزيشن في النص اللي هي بتاعه السباينو. ما السباينو ده في العمر ما بين الاركي والنيو. وبعدين فاستيجيا نيوكلياس لان شكلها زي شجره الاحتفال. فاستيبال يعني احتفال. ففاستيجيا نيوكلياس يعني شكلها عامله زي شجره الارض بتاعت لبنان كده. عارفها الشجره المثلثه اللي زي شجر الاحتفالات. يبقى البركنجي فايبرز او البركنجي سيلز تلقت الافرنس من الكلايمبنج والموسي سيلز وهي موجوده في الميدل لاير بتاعت السيربيلر كورتكس وبعتت الاكسون بتاعتها لثلاثة نيوكلياي متوافقه مع الثلاثه السيربيلم الاركي والبيليو والنيو اللي هم الدنتيت والانتربوزيتس والفاستيجيا. التوبوغرافيك ريبريزنتيشن يعني تمثيل المخ في السيربيلم طبعا مش بجوده السيربرم اللي هو المخ انما نقولها الانتيرو لوب اهو الجسم انفيرتد مقلوب حاجه عامله زي عروسه بتاعت الولاد كده في القرى بيعملوا لهم عروسه بالقطن يعني. فانا ما حسنتش الرسم هو بالظبط كده. ادي الراس اهي وادي الايدين وادي الرجلين. يبقى في الانتيرو لوب بيبقى انفيرتد. طب في البوستيرو لوب اهو بيبقى اريكتد. ادي الراس وادي الايد وادي الرجل نص اليمين ونص الشمال. طيب في اللاترال زون مفيش ريبريزنتيشن خالص. يبقى الانتيرو انفيرتد ده اريكت في البوستير لوب في اللاترال زون نو. طيب كل ده يا اولاد قراءه وانت تسمعها بس كده عشان الام اس كيو تسلي روحك يعني. نيجي بقى الافرنت والايف برضو في احتمال ان يجي سؤال الكونكشن اوف بيزل جانجليا بس اولموست ما فيش احتمال يجي كونكشن اوف سيربيلم. عمري ما شفت حد جابها سؤال يمكن في الاناتومي بس بتوع السيرجي ما بيجيبوهاش. We have الأول 3 afferents يا أولاد. ليه؟ afferents يعني وارد لأن احنا عندنا 3 cerebellar peduncles superior cerebellar peduncle middle cerebellar peduncle inferior cerebellar peduncle. طيب ال superior cerebellar peduncle بيدخل عن طريقه ال ventral spinal cerebellar tract التراكت اللي جاي من ال spinal cord للcerebellum وبيحتل ال ventral column فيسموه ventral جاي منين؟ من spinal cord للسيربيلر spinal cerebellar tract ده بيجي في السوبيرو. طيب نيجي اللي في الانفيرو مين اللي بيدخل فيه بقى؟ الدورسال spinal cerebellar tract والفيستيبلو cerebellar tract والأوليفو cerebellar tract يعني 3 tracts بيدخلوا في الانفيرو cerebellar peduncle. اللي فوق كان الventral spinal بس الventral spinal انما ده الدورسال spinal مع الفيستيبلو مع الاوليفو سيربيلر تراكس كلهم بيدخلوا من الانفيرو. الميدل ده مهم ليه بقى يا اولاد؟ لان ده مش جايب من تحت من السبينال كورد ده جايب من الكورتكس فاسمه كورتيكو بيمر بالبونس بونتو وبعدين رايح للسيربيلم سيربيلر تراكت كورتيكو بونتو سيربيلر تراكس. دول الثلاثه افرنس اللي داخلين السيربيلم.
نيجي للإيفرنتس اللي طالعين من السيريبيلوم الصادر بقى. هنا طالعين عن طريق السوبيرور والإنفيرور بس، ما بنستخدمش الميديل هنا. فالدنتات نيوكلياس اللي هي أحد الثري نيوكلياي في السيريبيلوم هنطلع عن طريق السوبيرور سيريبيلار بيدانكل أهي الدنتات، وتروح حتتين، تروح للروبرو سباينال خلاص، الروبرو اللي هي ريد نيوكلياس ومنها السبينال كورد، او تروح للثالاموس ومنها للكورتكس. ما احنا عارفين مش ممكن السيريبيلم يبعت للبيه الكورتكس، للبيه الكورتكس غير ما يعدي على الثالاموس، ولسه قايلينها في محاضره البيزا جانجليا مين الموتور ثالاميك نيوكلياي، فنترولاترال اند فنترو انتيرو، فنترولاترال اند فنترو انتيرو ثالاميك نيوكلياي ومنها للكورتكس خلاص. طيب هنا بقى في نقطه بمليون جنيه، ان الكونكشن دي بتبقى متصله بالناحيه الثانيه بالاوبوزيت سايد، والاوبوزيت سايد بيحرك المصل في الاوبوزيت سايد، فيبقى في دبل كروسنج، يعني السيريبيلم متصل بالكورتكس اوف ذا اوبوزيت سايد، والكورتكس اوف ذا اوبوزيت سايد بيحرك المصل اوف ذا اوبوزيت سايد، فالدبل كروسنج خلى السيريبيلم مسؤول عن الابسيلاترال مصل، المصل في نفس الناحيه. ودي من اهم الاسئله في الام اس كيو، يعني لو باظ السيريبيلا بالشمال بتتاثر المصل الشمال، وتعالى اقولها لك ليه. السيريبيلا بالشمال متصل بالكورتكس اليمين، والكورتكس اليمين بيحرك المصل الشمال، يبقى السيريبيلا بالشمال متصل بالكورتكس اليمين، والكورتكس اليمين بيحرك المصل الشمال، يبقى لو باظ السيريبيلا بالشمال المصل اللي هتتاثر هي المصل الشمال، يبقى الابسيلاترال سايد. ده من اهم النقاط، ان في المخ لما تبوظ الشمال يتشل اليمين، تبوظ اليمين يتشل الشمال، انما في السيريبيلم لما تبوظ اليمين يتاثر المصل على الناحيه اليمين، لما تبوظ الشمال يتاثر المصل على الناحيه الشمال بسبب الدبل كروسنج، ان الشمال راح لليمين واليمين اثر في الشمال، يبقى الشمال ياثر في الشمال. اي هوب ام كلير اند ام اولويز كلير. الانفيرو سيريبيلر بيدانكل بقى بتروح للريتيكا فورميشن اللي موجود في البونز والميدالة، انا مش عاوز اعيدها تاني لانها يعني مش هتفيدنا كثيرا في الفانكشن هناخد منها اللي احنا عاوزينه، انما في عجالة ادينا قلنا الكونكشنز تبقى ما فيهاش كلام اكتر من اللي قلته، ان الافرنس بنستخدم الثلاثة بيدانكلز السوبيرور والميدل والانفيرو. السوبيرور بيدخل فيه ركز الفنترو سباينو سيريبيلر، اما الانفير بيدخل فيه الدورسال سباينو والفيستيبلو والاوليفو كلهم سيريبيلر تراكس. الميدل دي المهم بقى، الميدل هنا لان ده جاي من الكورتكس اللي هو كورتيكو بونتو سيريبيلر. خد بالك لما نيجي من الكورتكس سيريبيلر ما نعديش على الثالاموس، البيه الكورتكس لما يبعت لاي حد ما يعديش على الثالاموس، انما عشان تروح للكورتكس لازم تعدي على الثالاموس. البيه الكورتكس هو اللي عنده سكرتاريا، السيجنال يبعتها البيزا جانجا على طول، يبعت على طول للكوديت والبيوتامين سيركتس على طول يبعت لهم، ده باشا، انما هم يردوا له تاني لازم يحطوا الرساله بتاعتهم في السكرتاريا اللي هي الثالاموس. ده اللي هنشوفه اهو في الايفرنس، الدنتات بعتت للروبرال نيوكليس ومنها السبان كور، لكن عاوزه تروح للكورتكس يبقى لا، نروح للثالاموس ومنها للكورتكس. كل ده وده اوبوزيت سايد، والاوبوزيت سايد بيحرك الاوبوزيت سايد، فالدبل كروسنج خلى ان المصل بتتاثر هي الابسيلاترال ماسلز. الانفيرو سيربيرال بيدانكل بيتصل بالريتيكا فورميشن في البونز والميدالا. ده الكونكشنز قلتها بطريقه سهله، و اتس نو فاليو غير شويه اسئله. مش شوف الحته الاولانيه ان الاركي العتيق مسؤول عن الاكوليبريم لانه متصل بالنان اوديتور لابرنس الفيستيبيول، عشان كده سموه اركي او فيستيبيولو. الجديد متصل بالبيه الكورتكس عشان كده سموه نيو او سيريبرو سيريبيلم، وقلنا ان ده الحركه الاتيه اللي هي اللي هتحصل بعد كده القادمه، وبفاسيلتيت التون اللي في النص اللي هو السباينو او البيليو سيريبيلم الحركه الحادثه. تعالى بقى ناخد اهم سؤال في السيريبيلم، فيسيولوجي. فيسيولوجي معناها فانكشن، فانكشنز اوف سيريبيلم، وإذا ما فهمتهاش مع العبد الله خدها بأي محمل، انسى القصة تحاولش تقراها، إن عاوزة فهم عميق، ف
فركز معايا من فضلك. احنا عندنا سؤالين هنا، الفانكشن ومرض واحد في السيربيلا، مش كذا مرض زي هناك مش طويل، ففضلنا وان بيج تاني غير دي. الفانكشنز اوف سيربيلم، السيربيلم سايلنت اريا. يعني ايه؟ يعني لو عملت ستيميليشن لاي حته في السيربيلم لا هيحصل موتور اكشن ولا هيحصل سنسيشن. عشان تفهم اكتر، لو عملت ستيميليشن للسيريبرال كورتكس القشره المخيه الموتور اريا هيحصل موفمنتس، للسنسوري اريا هتحس احساس. ده مين؟ ده السيريبرم المخ. انما السيريبيلم لو عملت له ستيميليشن عمر ما هيحصل حركه وعمر ما هيحصل احساس، فعشان كده سموه سايلنت اريا. طب وظيفته ايه؟ قلت البي اذا الجانجيا بتتحكم في الحركات البطيئه، السي سي سيريبيلم في الحركات السا سا سا سريعه. يبقى في جمله، لو طالب قال لي قول لي وظيفه السيريبيلم في جمله واحده، كوردينيت رابيد، رابيد سريع موتور اكتيفيتي، بس كلمه. ده البروجرامر بتاع الحركات السريعه. تعال نشوف بقى الوظائف بتاعته. فهنقسمها الوظائف بتاعته في الفولانتري موفمنتس واذر فانكشنز. نبتدي بالفولانتري موفمنتس. في الفولانتري موفمنتس عندي ثلاث وظائف. اول حاجه اسمها سيرفو كومباراتور فانكشن. خلاص، سيرفو كومباراتور فانكشن. طبعا كومباراتور من كلمه هتفهم بعد شويه يعني كومبير، يعني بيقارن حاجه بحاجه. وسيرفو انا اتصور الاولاد اللي بيسوقوا عربيات عارفين ايه هي السيرفو دي. السيرفو ده جهاز في الفرامل بيخلي ان الضغطه بتاعتك على الفرامل مش هي اللي بتؤثر في قوه الفرامل. انت الضغطه دي عباره عن سيجنال، اشاره. والسيرفو لو العربيه ماشيه بسرعه بيخلي الفرامل تكلبش جامد، ماشيه ببطء تمسك ببطء، يعني بيخدمك سيرفو. انت بس تدي سيجنال تقول عاوز افرمل، والسيرفو هو اللي يقوم ببقيه العمل. تعال بقى نشوف الحكايه دي وحاول تفهمها على عبد الله، لانها رائعه عندما تفهم، وكارثه لا يعلم مداها احد عندما لا تفهم. الاول نقرا، لاحظ الكلام غريب شويه بس المثال سوف يصبح رائع. فهنقرا مع بعض. بيقول لك ان في كلوزد سيركت، فيدباك سيركت، في كلوز سيركت ما بين الموتور اريا في سيربرال كورتكس اللي هي بتتحكم في الحركه والانترميديت زون في سيربيلا. يعني في دائره مغلقه بين المخيخ والمخ، بين الموتور ارياز بتاعت المخ والانترميديت زون بتاع السيربيلا. طبعا الانترميديت زون اللي في النص ده بتاع الحركه الحادثه. طيب عن طريق ايه السيركل دي؟ هنبتدي من الكورتكس، ما هي مغلقه كلوز فيدباك كورتكس، وننتهي بالكورتكس. يبقى خمس كلمات زي في البيزا جانجلا، كورتيكو، وتنتهي بكلمه كورتيكا. في النص هنعدي على مين بقى؟ على ثلاثه، البونز، فاستيجيا نيوكلاس في السيربيلم، عشان احنا اتصال ما بين الكورتكس والسيربيلم، فدي مهمه قوي. عشان الكورتكس السيربيلم يبعت له تاني لازم يعدي على الثالامس. ما عمرك ما هتدخل سيجنال هتوصل الكورتكس الا بتعدي على الثالامس. الكورتكس يبعت الاشاره ده باشا، ما يعديش على الثالامس، على السكرتاريه، يبعت الرساله زي ما هو عاوز. الكورتكس يبعت للبونز، البونز للسيربيلم الفاستيجيا نيوكلاس. طب الفاستيجيا عاوزه تودي بقى رساله للكورتكس عبر الثالامس. طيب تعال نشوف السيربيلم. اي حركه بتعملها حضرتك، يعني اي حركه، سبوز ان حضرتك عاوز تحط صبعك على مناخيرك، سميها فينجر تونوس تيست، قررت تحط صبعك على مناخيرك، اي حركه بتعملها بيقف السيربيلم كمراقب للمباراه، بيكمبير، بيشوف الكورتكس المخ عاوز ايه، عاوز يحط صباع على المناخير. طب والمصل بتنفذ ايه؟ المفروض تنفذ بالظبط اللي عاوزه الكورتكس. يعني الكورتكس انا عاوز احط صباع على مناخيري، المفروض المصل تحط صباع على مناخيري. هذا لا يحدث. عمر ما في مره الكورتكس قال للمصل حطي صباع على المناخير وهي حركت الصباع ناحيه المناخير. تملي عاوزه اوفر شوت،
عوجة تتخطى القصة. يعني هو بيلاحظ صباع المناخير، لو ما فيش سيريبيلم تيجي بعد المناخير. مين بيظبط الانتنشن اللي عاوزه الكورتكس، النية بتاع الكورتكس مع البرفورمانس مع التنفيذ بتاع المصل؟ السيريبيلم واقف بيشوف ده عاوز ايه والمصل بتنفذ ايه، وبيخلي المصل تعمل بالظبط اللي عاوزه الكورتكس. السؤال اللي حيرني دائما ابدا، هو ليه المصل مش من الاول بتعمل بتحط صباع المناخير؟ يعني ليه لازم تأوفر شوت والسيريبيلم يصلح؟ هجاوبها والإجابة هتبقى رائعة وسوف تثبت أنه وراء الخلق خالق. تعال نتفرج. عايزين نعمل حركة، شوف بقى دور السيريبيلم في أي حركة. السيريبيلم له ثلاث وظائف. أول حاجة أن السيريبيلم لازم يبقى informed، أي حركة هتعملها لازم يخبر بشيئين، القشرة المخية السيريبرال كورتكس البيهيك كورتكس عاوز يعمل ايه، الانتنشن نفسه، الانتنشن النية. طب بيعرفها ازاي؟ عن طريق كورتيكو بونتو فاستيجيال تراكت. هنا الكورتكس لما يبعت للفاستيجيال اللي هو في السيريبيلا ما يمرش بالثلاث، كورتيكو بونتو فاستيجيال يقول له انا عاوز احط صباع المناخير. طيب المصل لازم تبعت للسيربيلم تقول له هي بتعمل ايه، بتهبب ايه. فالمصل بتبعت للسيربيلم عن طريق سباينو، اهو احنا في السباينو كورد سيربيلر تراكت. يبقى دلوقتي السيربيلم عنده كم معلومه يا اولاد؟ عنده معلومتين، الانتنشن اللي عاوزه الكورتكس، النيه بتاعه الكورتكس، والبرفورمانس اللي بتنفذه المصلز. فبعد ما كده يكمبير الاثنين ببعض، يكمبير الانتنشن اللي عاوزه الكورتكس باللي بتعمله المصل. قلنا تملي هيلاقي المصل عاوزه اوفر شوت، عاوزه تروح اكتر مناخير، فيعمل ايه السيريبيلم بقى؟ يبعت كوركتيف سيجنالز، دي الخطوه الثالثه للسيريبيلم كورتكس، يقول له المصل بالصوره دي هتروح ابعد مناخير، انت لازم تصلح الحكايه دي. يبعت للكورتكس ازاي بقى؟ السيريبيلم هيروح للبيه الكورتكس، قولها انت من غير ما اقولها، لازم يعدي على الصلاه بس، عن طريق فاستيجيال، اهو السيريبيلم فاستيجيال، يبقى ده السيريبيلم عاوز يروح للكورتكس، ثلامو كورتيكال تراكت. طيب تاني وظيفه مرتبطه بالاولانيه عن طريق بريكنج افكت. بريكنج افكت يعني فرامل. الفرامل وظيفتها ايه بقى؟ السيريبيلم هو الفرامل، يستوب الموفمنتس، يوقف الحركه الصباع عند بالظبط المناخير at the precise intended point، يعني النقطه الانتندد اللي هي مراده بدقه. ستوب موفمنتس at precise intended point ازاي؟ بانه بيأسسز، معلش مش هتلاقي كام صعب بس هشرحه لك حلو قوي، الريت ويل length of time، يكالكوليتر الريت واللينث اوف تايم، وينهبت الاجونست العضلات اللي هي المساعده اللي هتهديها ابعد، واكسايت الانتاجونست اللي هي الفرامل. طالب قال لي انا مش فاهم حاجه خالص. الحقيقه انا يا اولاد اول ما طلع الكلام ده حطيت ايدي كده على راسي وتساءلت سؤال، هو ليه المسلز من الاول ما بتعملش اللي عاوزاه القشره المخيه وتودي الصباع المناخير بالظبط؟ ليه تعمل حركه اكثر مما ينبغي ويتدخل السيريبيلم، يبعت للكورتكس، يبعت كوركتيف سيجنالز يقول له شغل الانتاجونست العضلات المضاده لان كده الايد هتروح للابعد ووقف الاجونست، ويعملها ازاي بالظبط؟ قعدت افكر فيها يا اولاد الى ان عرفت الفكره، وانا عاوزكم تتشاركوا معايا فيها، فكره جميله خالص. دلوقتي عاوزك تتخيل معايا، انسى الشرح ده تماما، وعاوزك تتخيل معايا كده، اهو انا برسم رسمه دلوقتي، معلش اهي سياره اهي، وادي خط المشاة، معلش اي رسمة، دي سيارة وعاوز
تقف بالظبط على خط المشاه لان الاشاره مقفوله والمشاه يعدوا هنا. فكر فيها، قعدت افكر فيها فتعجبت. عاوزك تتخيل لمره ان العربيه دي ما فيهاش فرامل، يعني حضرتك هتدوس على البيدال بتاع البنزين بس عشان تقف على الخط بالظبط. فكر فيها نظريا، هل يمكن لاي قائد سياره ان يروح دايس دوسه كده على البدال بتاع البنزين ورفع رجله فالعربيه تمشي كده وبالظبط تروح واقفه عند الخط؟ طبعا صعبه جدا جدا. انا متصور لو مفيش فرامل في العربيه دي الراجل ده هيدوس دوسه صغيره قوي عشان اهم حاجه ان هو ما يتخطاش الخط، فيدوس دوسه صغيره تروح العربيه ماشيه كده واقفه هنا، يروح كمان هو خايف يتخطى الخط، كمان دوسه صغيره، كمان دوسه صغيره، كمان دوسه صغيره عشان ما يتخطاش الخط، عشان يقف عند الخط. العمليه دي بقى تاخد لها نص ساعه. في حين عاوز خيال منكم اولاد معايا دلوقتي، محدش في ابدا من قائد سار عمره بيعمل كده. كلنا بندوس على البنزين دوسه جامده بحيث لو ما استخدمناش الفرامل العربيه هتوفر شوت البيدستريان لاين، خط المشاه ده. يعني كل العربيات بتدخل بسرعه جامده على خط المشاه. وبعدين مخك انت بقى اللي هو السيربيلم يمثل الحاجه دي بيقول لك بالظبط دلوقتي تشيل رجلك من على البنزين اللي هو الاجونست وتحطها على الفرامل اللي هو الانتاجونست فتوقف العربية بالظبط عند اللاين ده. يبقى عشان الحركات تكون سريعة لازم ندخل على الانتندد بوينت اللي هي خط المشاه بسرعة أكثر مما ينبغي. بسرعة لو ما استخدمناش الفرامل هنتخطى الخط. ومخنا بيحدد اللي هو يمثل دلوقتي السيربيلم في القصة اللي بقولها. فين البريسايز بوينت اللي اشيل رجلي فيها من على البنزين الاجونست واحطها على الفرامل الانتاجونست فوقف العربيه بالملي على الخط وانو تايم. دلوقتي انا بس فهمت يا اولاد وانتوا فهمتوا هو ليه الماسلز بتحرك الصباع حركه قويه جدا لو سبتها، عشان تبقى الحركه شوف سريعه جدا اهو، بجيب ايدي وبسرعه جدا بجيب على مناخيري، بسرعه جدا على مناخيري، بسرعه جدا على مناخيري، بسرعه جدا على مناخيري. ازاي؟ ان في كل مره الماسلز بتعمل اكثر من المطلوب، وفي لحظه معينه يحددها السيربيلم يبعت للكورتكس يقول له وقف الاجونست وشغل الانتاجونست فتقف بالظبط وبسرعه جدا. لا يمكن الحركات تبقى بهذه السرعه بدون السيربيلم. لو شلت السيربيلم واشتغل الكورتكس بس هتلاقي قال لك حط صباع على مناخير يروح جاي كده، لانه زي اللي داس بنزين ونسي يدوس الفرامل دخل بسرعه جدا. طب عشان اعملها بقى بالظبط من غير فرامل هعمل كده، ما انا خايف اوفر شوت كده حركاتها تبقى بطيئه جدا. فمن روعه الخلق والخالق عشان الحركه تبقى سريعه وتهت الانتند بوينت النو تايم، النو تايم بلا خوف اهو، شوف بسرعه جدا في كل مره صباعي يجي بالظبط على مناخيري ثانكس تو سيربيلو، لانه بيحدد للسيريبرا كورتكس يقول له دي النقطه اللي لازم توقف الاجنس وتشغل انتاجونس، لو سبتها كده هتروح كده لا هاتها كده، وقف الاجنس وهات الانتاجونس. ففي كل مره تيجي بالظبط على المناخير بالظبط على المناخير بالظبط على المناخير. ده السيريبيلا اللي بيعمل الكلام ده مع البريكنج شيء رائع. تعالى بقى اقراها تاني هتفهم. واتصور بهذا المثال اللي بقوله بقالي سنه وقت كل الطلبه فهموا ليه المصل من الاول بتحرك الصباع بسرعه لو تثابت عليها تتخطى المناخير الانتند بوينت، والسيربيلم هو اللي يتدخل يحدد امتى نشيل رجلنا من الاجونست ونشغل انتاجونست سيرو كورتكس يعمل كوريكشن بحيث تيجي بالظبط على النقطه دي. ذا اونلي واي ان نعمل حركات بسرعه فائقه وبدقه فائقه، ان ندخل على الاشاره بسرعه جدا ونحدد نشيل رجلنا من على الاجونس البنزين ونحطها على الانتاجونس في نقطه محدده حددها لنا السيربيلا. ف
ففي كل حركه يا اولاد السيريبيلم بيعمل ثلاث حاجات. از انفورمد، لازم يعرف حاجتين. الكورتكس، الانتنشن اوف ذا كورتكس. الكورتكس عاوز ايه؟ السيربا كورتكس عاوز يودي الصباع المناخير. عرفها ازاي؟ عن طريق الامبلس اللي جاله كورتيكو بونتو فاستيجيال. طيب ويعرف المصل بتنفذ ايه؟ عن طريق ايه؟ سباينو سيربيلر تراكت. يبقى عارف الكورتكس عاوز ايه؟ نحط صباع المناخير. والمصل بتنفذ ايه؟ المصل اعتادت عشان الحركه تبقى سريعه انها تدي طاقه اكتر مما ينبغي. السيربيلم تاني خطوه يكمبير، عشان كده سموها سيرفو كومباراتور فانكشن. يكمبير البرفورمانس بتاع المصل بالانتنشن بتاع السيربا كورتكس. قلنا هيلاقي ايه بقى اللي ما كتبهاش الاوثر؟ هيلاقي في كل مره ان المسلز عاوزه اوفر شوت، فهو يبعت كوركتيف امبلسز، يقول بس السيربا كورتكس الحق. يبعت للكورتكس ازاي؟ لما يبعت للكورتكس خلاص، يبقى في هذه الحاله لازم الفاستيجيال يعدي على الثالامس قبل ما نروح للكورتكس. خد بالك عشان تروح للكورتكس لازم من خلال الثالامس. يقول له صلح. صلح ازاي بقى؟ ده البريكنج افكت اللي هو الفرامل، خلاص بريكنج افكت. يقول له وقف الاجونست، شيل رجلك من على البنزين اللي هو الاجونست، وشغل فرامل انتاجونست عشان تقف بالظبط، تو ستوب الموفمنت ات ذا بريسايز انتندد بوينت وبسرعه. ويأسس ايه؟ حسب امتى نشيل رجلنا من على البنزين ونروح للفرامل؟ حسب الريت. لو العربية داخلة على خط الإشارة بسرعة عالية جدا، لازم أشيل رجلي بدري من على البنزين وأحطها على الفرامل بدري. واللينث أوف تايم اللي هو التايم اللي هنحتاجه عشان العربية تقف، اللي هو بيعتمد على إيه بقى اللي ما كتبوش الزميل، أفهمك أنا. لو عربية صغيرة داخلة على خط المشاة، ده ممكن يدوس الفرامل متأخر، لأن العربية كتلة الحركة بتاعتها طاقة الحركة قليلة لأن الكتلة صغيرة. إنما لو تراك كبير داخل ما يقدرش يتأخر لأن في طاقة حركة رهيبة جدا، فلازم يبتدي الفرامل بدري شوية، يعني اللينث اوف تايم يبقى كالكوليتد صح. فين دي اللي ما كتبوش الزميل؟ هفهمها لك. تفرق إن أنا أحرك صباع ناحية المناخير عربية صغيرة ولا دراع ناحية المناخير؟ صباع محتاج ان انا اوقف الاجونست واشغل انتاجونست متاخر خالص، انما دراع كتله الحركه فيه رهيبه زي العربيه التراك، لازم اوقف الاجونست واشغل انتاجونست بدري شويه. مين بقى بيحسب حسب السرعه؟ انت داخل بانهي سرعه؟ داخل بسرعه معقوله ولا داخل بسرعه جدا؟ لو بسرعه جدا لازم تبتدي بدري، يبقى حسب الريت واللينث اوف تايم. الفرامل هتاخد وقت قد ايه عشان تتوقف؟ لو هتوقف صباع عاوزه تايم قليل، هتوقف دراع عاوزه تايم اكتر. ده الفهم يا اولاد. فقلت سبحان الله وراء الخلق خالق. فهمت اللغز اللي مش فاهمه كثير من الزملاء، ليه المصل كل مره السيربا كورتكس تقول لها ودي الصباع ناحيه نقطه معينه عاوزه اوفرشوت، زي العربية اللي داخلة على خط المشاة داخلة بسرعة أكتر من خط المشاة، لأن دي الطريقة الوحيدة اللي تعملها بسرعة. وفي نقطة معينة يحددها السيربيلم، يقول للسيربا كورتكس ابعت كوركتيف سيجنالز، وقف الأجونست وشغل أنتاجونست. ديبيندينج على إيه؟ على السرعة اللي أنت داخل بيها، وعلى الكتلة اللينث أوف تايم اللي هياخده عشان نوقف. تفرق حركة صباع من حركة ايد، تفرق عربية صغيرة من تراك كبير، لازم يفرمل بدري كده. فهمت انت القصة؟ شيء رائع. سيرفو كومباراتور فانكشن، في كل حركة بنعملها في حياتنا ده ازاي السيربيلم بيتصرف. تعال نشوف بقى. يبقى السيربيلم يا ولاد ثلاث حاجات. حضرتك هتحط صباعك على مناخيرك، لازم يبقى نمرة واحد ايه؟ انفورمنت عن نية الكورتكس، الانتنشن اوف سيربا كورتكس. سيربا كورتكس انتنشن، ان السيربا كورتكس عاوز يودي الصباع للمناخير. عن طريق ايه؟ الكورتكس بيبعت المعلومه عن طريق كورتيكو بونتو فاستيجيال. فاستيجيال ده اللي هو السيربيلم.
ولازم يبقى انفورمد الماسل بتنفذ ايه الماسل بيرفورمانس عن طريق سباينو سيربيلو تراكت. قلت تملي يتعلمها الروح من غير ما يكتبها الاوثر المؤلف. كل مره هيلاقي الماسل زي العربيه اللي داخله على خط المشاه داخله بسرعه اكتر فيكمبير نمره 2 يلاقي الماسل اسرع. فلازم يبعت كوركتيف سيجنالز للسيبا كورتكس. لما يبعت للكورتكس يا اولاد لازم يبقى هنا يعدي على الثلبس يعني الفاستيجيال. الفاستيجيال هيبعت للكورتكس عن طريق الثلبس. قلنا البيه كورتكس اللي بيعدي على الثلبس يبقى فاستيجيال ثلامو كورتيكال تراكت. وقلنا انهي حته في الثلبس اللي هي موتور حفظناها 100 مره يا اولاد هنقولها تاني مع الثلبس فنترولاترال فنترو انتيرو. الكوركتيف امبلس دي طبيعتها ايه؟ قلت هيشيل رجله من على البنزين الاجونست واكسايت الفرامل انتاجونست. طب امتى ينقل المنديل دي يوقف الاجونست ويشغل انتاجونست؟ ديبندنج على حاجتين، السرعه اللي داخل بيها على خط المشاه الاسيس الريت، وهيحتاج وقت قد ايه عشان يفرمل الكالكوليت اللينث اوف تايم اللي محتاجين الفرمل اللي هو يعتمد على ايه اللي ما كتبوش الزميل الفاضل لا هنا ولا هناك، اللي هو يعتمد على الكتله. هل انت هتوقف رجل ولا هتوقف دراع ولا هتوقف صباع؟ العربيه صغيره تتاخر يا سيدي في الفرامل لان الكتله بتاعتها صغيره تاخد حركه قليله، انما تراك كبير لازم يشيل رجله من على البنزين ويدوس على الفرامل بدري. يبقى النقله من الاجونست للانتاجونست ديبندز على الريت السرعه وعلى التايم اللي هنحتاجه للفرامل. اتمنى تكونوا فهمتوها يا اولاد. ده سيرفو كومبارتو. نيجي بقى ده نمرة واحد اتنين كانوا بالنسبة للحركة الحادثة. تعال بقى للحركة القادمة اللي هو النيو سيربيلم. Planning and timing functions. Planning and timing functions. اللاترال زون اللي هو مين اللاترال زون ده أغلى من امتلك اللي هو النيو سيربيلم اللي هو السيريبرو سيربيلم متصل بالكورتكس أدى الواحد. Plans فور دي بمليون جنيه الحته الجايه مش للحركه الحادثه زي هنا. فور ذا نيكست موفمنتس وايل ذا بريزنت موفمنتس از اوكيرنج يعني بيعد للحركه القادمه بينما الحركه دلوقتي في حركه حاصله بيوضب للي جاي وبروفايدز ابروبريت تايم فور ايتش موفمنتس التايم بتاع كل موفمنتس. برضه لو قعدت ساعه يا اولاد اشرحها بدون الامثله بتاعت العبد الله مش هتفهم حاجه. عشان كده قلت اللي مش هيفهم معايا القصه دي عمره ما هيفهمها. قعدت افكر في دي اشرحها ازاي للطلبه لقيت اسلوب سهل جدا. دلوقتي احنا هنلعب على بيانو حلو؟ مطلوب حاجتين عشان اطلع النغمه معينه. مطلوب ترتيب الاصابع اللي هضرب عليها دي واحده. يعني لازم ابلان ان انا للي جاي بعد ما ادوس على الصباع ده هروح لانهي صباع للنكست وانا بضرب على الصباع ده ببلان فور ذا نكست وايل ذا بريزنت موفمنتس از اوكيرنج وبروفايدز ايه بقى؟ ابروبريت تايم. النغمه تبوظ في حالتين يا اولاد. تبوظ لو انا لخبطت ترتيب الصوابع دي حاجه ودي مفهومه. اللي صعبه الابروبريت تايم. طب ده دي بقى اللي انا مع بيانو بقى اقدر امثلها. انا عاوز اعمل نغمه معينه اهو هعملها قصادك على المكتب. تصور انا دلوقتي دقيت سبع دقات. اللي خلى تطلع نفس النغمه التايمنج ان واحده بطيئه وواحده سريعه، لكن لو انا دقيت نفس السبع دقات بدون مراعاه التايمنج نغمة تانية خالص. يبقى النيو سيربيلم الجديد بيرتب حاجتين. انت هتروح لا انا ما عنديش بيانو كان ممكن اعمل الاثنين اللي هو التايمنج مش بس اظبط الصوابع واظبط التايم بين صباعه والتاني اللي هو قدرت امثلها لك هنا. صح؟ عارف مين اللي عمل لك الحركة دي وخلاك تسمع نفس التون؟ ثانك جاد فور نيو سيربيلم. لانه انا بعمل واحده بيرتب التايم للحركه اللي بعديها تيجي بعديها بقد ايه. وعلى البيانو الاثنين بقى ترتيب الصوابع والزمن ما بين كل صباع والتاني ساعات يبقى بطيء وساعات يبقى سريع. اللي بايظ عنده نيو سيربيلم مش هيضرب على البيانو. النيو سيربيلم
لا يرتب للحركة الحادثة كما شفناها في السباينو سيريبيلم في السيرفو كومباراتور. بيبلان للنكست موفمنتس while the present movement is going on. بيرتب حاجتين، الترتيب والتايمينج. مش بس ترتيب، وريت لك الأصعب اللي هي التايمينج، إن 7 دقائق بدون مراعاة تايمينج تطلع حاجة تانية خالص. إنما عشان يطلع نفس الضربة لازم وقت طويل شوية ووقت قصير شوية. أظن فهمتها. سبحان الله في خلقه. Planning and timing function. The lateral zone اللي هو السريبرو سريبلم اللي هو الجديد النيو plans for the next while the present movement is occurring. It provides the appropriate timing for each movement. نيجي other functions. Other functions نين دي سهلة قوي. يبقى خدنا 3 functions. السيرفو كومباراتور والبريكنج مرتبطين ببعض. السيرفو كومباراتور والبريكنج شفناها. المقارنة ثم الفرامل نتنقل من الأجنس الأنتاجنس. ثم خدنا البلانينج أند تايمينج فانكشن. البلان الصوابع والتايم ما بين كل صباع والتاني. Other functions اللي هي الإكوليبريم بتاعت الفوليكولونودر اللي هي الأركل هنشوفها سهل قوي. أنا بدل ما تقراها هقولها لك بطريقة همثلها قصادك قد نيفر فورجيت. أنا هقع كده هطلع بره الإكوليبريم. مين تنبه ال نون اوديتوري لابيرنس الفيستيبيول اللي هي بتاعه الاكوليبريم فبعتت امبلس الحقني يا سيريبيلم هنقع. اني سيريبيلم اللي الحقها بتاع الاكوليبريم اللي هو مين القديم الاركي اللي هو مين الفيستيبولو سيريبيلم ما هو جاي له امبلس من الفيستيبولو ابريتس الحقني. فالحقها ازاي؟ ده اونلي واي ان هو عشان ما اقعش انه يزود التون في الناحيه دي ويقلل التون هنا عشان يتعدل تاني. فبيبعت للفيستيبولار نيوكلاس والريتيكو فورميشن عن طريق فيستيبولو سباينال والريتيكو سباينال تراكس يغير الطول فيزبطني. ده الفانكشن في الإكوليبريا. يبقى سهلة جدا. أنا خرجت برا الإكوليبريا. من تنبه الفيستيبولار أبريتس؟ طب هو متصل بمين؟ بالفيستيبولو سيريبيلم اللي هو الأركي سيريبيلم اللي هو الفوليكو نودر بتاع الإكوليبريا. الحقني يا فوليكو نودر. الحقني يا أركي. هنحاول ازاي بانه يغير التون بتاع الجيردل والاكسس. فيبعت الفيستيبولار نيوكلاس والريد والارتيكا فورميشن يغير التون. تعال نقراها هتلاقيها مهمه جدا اهو يا اولاد. الفيستيبولار ابريتس تنبه ان احنا هنقع فبعت للفوليكولار لوب اللي هي الاركي سيريبيل. بعت عن طريق الريتيكولو والفيستيبولو سباينال تراكس تو تشينج ذا ماسل تون الاكزل والجيرد المسل تون تو مينتين ايكوليبري. فيري ايزي. هقع كده الفيستيبولار ابريتس حاسس ان انا هقع. الحقني يا سيريبيلم يا بتاعنا اللي متصل يا فيستيبلو يا اركي يا فوليكولار لو كل دي الاسامي نفس الشيء اسمه فيستيبولار ابريتس اسمه اركي سيريبيلم اسف فيستيبولار سيريبيلم اسمه اركي سيريبيلم فوليكولار لو. هنحاول ازاي؟ غير التون عن طريق الريتيكولو فيستيبولو سباينال تراكت تشينج ذا تون الاكزيال والجيردل ماسل تون تو مينتين الاكوليبريم. اخر وظيفه سهله جدا في الماسل تون كنا خدنا النيو سيريبيلم فاسيليتاتور تو ماسل تون والباليو انهيبيتور تو ماسل تون. دي سؤال مهم جدا يا اولاد. فانكشنز اوف سيريبيلم هتبتدي تقول ان هو سايلنت اريا السيريبيلم مسؤول عن السريع الحركات السريعه رابيد موتور اكتيفيتي البيزال جانجلا البطيئه. هتقول الفانكشن في الفولنتري موفمنتس 3 والاذر فانكشنز 2. الفولنتري موفمنتس اصعب واحده اللي هي السيرفو كومباراتور فانكشن ان في دائره كلوز سيركت ما بين الموتور ارياز اوف سيربرال كورتكس والانترميديت زون اوف سيريبيلم خلاص عن طريق الكورتكس يبعت للسيريبيلم بونتو فاستيجيال. طب الفاستيجيال عاوز يبعت تاني للسيريبيلم للسيريبرال كورتكس يبقى عن طريق ثلامو كورتيك يبقى كورتيكو بونتو فاستيجيال على طول. انما الفاستيجيال هيبعت للكورتكس ثاني عن طريق الثلامس. وقلنا السيريبيلم 3 حاجات انفورمد يعرف الانتنشن بتاع الكورتكس والبرفورمانس بتاع المصل. نمره 1 انفورمد. نمره 2 يكمبير قلنا تملي هيلاقي ايه اللي ما كتبوش الاوثر
هيلاقي الماسل بتبرفورم اكتر من اللي عاوزاه، الماسل عاوزه اوفر شوت، فيبعت كوركتيف سيجنال للسيربا كورتكس عن طريق فاستيجيال ثلامو كورتيكال. هيقول له ايه بقى البريكنج فانكشن عشان نوقف الصباع في البريسايزد، في البريسايز يعني المحدد، انتندد بوينت الدقيق المحدد، بريسايز عن دقيق المحدد، يقول له انهبيت الاجونست واكسايت الانتاجونست ديبندنج على امتى اللحظه، اللحظه حسب السرعه اللي داخل بيها العربيه على الخط الريت، وحسب الزمن اللي هياخده عشان تفرمل اللينث اوف تايم، يبقى تو اكسس تو اسس اسس الريت يعني يحسب الريت وكالكوليت اللينث اوف تايم. وشرحت لك في مثل عربيه رائعه، عربيه صغيره لازم تفرمل بتاخر، لو عربيه كبيره هتحتاج تايم كتير عشان تقف عشان طاقه الحركه، يبقى يفرمل قبلها. طيب الريت عربيه صغيره داخله بسرعه يفرمل بدري شويه، داخله ببطء يفرمل متاخر، يبقى في حاجتين بيتحكمها الريت واللينث اوف تايم. مين اللي بيحسبها ويقول له استريبيلا امتى يشاء يوقف الاجونست يشيل رجله من على البنزين ويحط رجله على الفرامل اكسايت انتاجونست. طب نيجي للنيو سيريبيلا بقى، ده مش بتاع الحركه الحادثه، ده النكست موفمنتس، بيوضب حاجتين، بلان الصوابع اللي هنضرب عليها في البيانو، والتايم ما بين كل صباع والتاني، التايمينج فانكشن. تبوظ اي واحده فيها البلان بتاع النكست موفمنت او التايمينج ما بين كل موفمنت ثانيه، النغمه اختلفت تماما. ده اللاترال زون بلانز فور ذا نكست، فور ذا نكست اهي وايل ذا بريزنت موفمنت از اوكيرينج. واهم حاجه اللي مش مفهومه، بيبروفايد الابروبريت تايم، امتى من دي نروح لدي، واللي هي قريتها لك في الدقه اللي عملتها السبع دقات. نيجي بقى اذر فانكشنز يا اولاد، كانت سهله جدا، اللي هي قلنا طب الارك ما جبناش سيرته، احنا جبنا سيره السباينو والنيو، ما جبناش سيره الارك. اه ده الاكوليبريم، قلت هتقع، مين اللي بتنبه انك هتقع؟ الفيستيبولار ابريتس اللي هو النون اوديتوري لابرنس على الاكوليبريم. الحقني يا اركي اللي هو الفيكولار لوب، الحقه ازاي؟ غير التون، زود التون في الناحيه الثانيه وقلل التون في الناحيه اللي عندها عن طريق الفيستيبولو سباينال وريتيكولو سباينال تراكتس، غير المسل تون تو مينتين الاكوليبريم. وبعدين علاقته بالتون النيو سيريبيلم فاسيليتاتوري والبالي سيريبيلم انهبيتوري. نيجي الصفحه الاخيره يا اولاد، كلينيكال ابنورماليتيز اوف سيريبيلم، كلينيكال ابنورماليتيز اوف سيريبيلم، دي عاوزين نقولها يا اولاد، الامراض بتاعت ال سيريبيلم. تمام. طيب الاول عاوزين نتفق شويه مع بعض، كلينيكال ابنورماليتيز، خدوا بالكم الاول احنا الابنورماليتي في النيو سيريبيلم، الزملاء الاصغر سنا يسمعوني كويس، ما فيش في الهيومن بينجز ليجن في البيليو سيريبيلم خالص، ولا حاله في العالم فيها مرض في البيليو سيريبيلم. معظم الامراض في النيو ثم النيو ثم النيو، عدد قليل جدا في الاركي اللي هو الاكوليبريم. لو بوظت الارك هيبوظ الاكوليبريم، هتلاقي الراجل عشان يظبط الاكوليبريم يمشي مع الاعتذار في التعبير مفرشح رجليه كده عشان يوسع البيز، زي الراجل اللي مش عارف يركب موتوسيكل فيعمل ايه عشان يروح جايب سايد كار، حاطط عربيه فيبقى صعب يقع. فلو باظ الاركي هتمشي فاتح رجليك سوينجينج فروم سايد تو سايد وبرضه ممكن تقع، ده الاركي، اسيبنا منه. احنا دلوقتي خلينا في الاهم، النيو سيريبيلا. وللزملاء الاصغر سنا لا يوجد ليجن في البيليو سيريبيلا. طب زميل قال لي طب ازاي عرفت ان هو بيعمل انهبيشن ماسل تون؟ ده اكسبيرمنتال في الانيمال، بوظناه احنا، بوظناه فشلنا الانهبيشن فلقينا التون زاد. انما ما فيش في الهيومن بينجز ولا مريض في العالم عنده ليجن في البيليو. لما نقول ابنورمالز ان سيريبيلم فنحن نعني النيو سيريبيلم الليجن. لو في الديب نيوكلياي سؤال ام اس كيو بيرمننت افكت، خلاص المرض ملازم المريض طول الحياه. لو في الكورتكس تمبرال افكت، بيتعلم يحطها في حته تاني ويصلح نفسه. يعني الليجن بيرمننت في الديب نيوكلياي، تمبرال مؤقت ويتصلح لوحده لو الليجن في كورتكس، دي معلومه في الام اس كيو. يبقى الديب نيوكلياي هي الخطيره، حاجه ديب افتكر، خلاص العمق، العمق الديب هو اللي خطير. طب الافكتس، قلنا السيريبيلم الشمال متصل بالناحيه بالكورتكس اليمين، والكورتكس اليمين بيحرك الشمال، يبقى اما تبوظ السيريبيلم الشمال انهي مصل تتاثر؟ الشمال.
ذا سيم سايد افكت دي بمليون جنيه في الام اس كيو. يبقى في المخ الاوبوزيت سايد، في المخيخ السيريبيلم السيم سايد بسبب الدبل كروسنج. طيب الظواهر هتاخد شكلين، اتاكسيا وهايبوتونيا، لان احنا النيو سيريبيلم فاسيلتاتوري تو ماسل تون، يبقى لما اشيله يحصل هايبوتونيا. لكن يجي الاهم بقى اللي هو الاتاكسيا، وكل حاجه اون ذا سيم سايد. ما هي الاتاكسيا؟ كنت علمتها لكم يا اولاد. In coordination of voluntary movements، عدم توافق الحركات. In coordination of voluntary movements، فانت تفتكر ايه لما اقول لك الحركات غير متوافقه؟ تقول يبقى في عيب في الجهاز الحركي اللي هو الابر موتور نيرون واللور موتور نيرون. فانا بستدركك بقول لك خد بالك الحركات غير متوافقه بس الجهاز الحركي سليم، هو ده الاتاكس. In absence of motor lesion، in absence of upper or lower motor nerve lesion. ادي تعريف الاتاكس، حفظتها لاجيال. ان بيفتكروها بصوتي. ما هو الاتاكسيا؟ ان coordination of motor movements of voluntary movements، اسف، in coordination of voluntary movements in absence of motor lesion، لا في upper ولا في lower، في عيب بس مش في الابر لور، ومع ذلك الحركات مش مظبوطه. قلنا انواع الاتاكسيا، فاكر؟ سنسوري اتاكسيا، فيستيبولار اتاكسيا، ارجع لمحاضرات السنسوري، سيريبيلر اتاكسيا اللي بناخدها دلوقتي، وفي ميكس الاتاكسيا، اربع انواع. لو السنسيشن بايظه في رجليا هبقى ماشي ملخبط لاني مش حاسس الارض، بس ما فيش عيب في الجهاز الحركي، سنسوري. لو الفيستيبول بايظ اللي هو بتاع الاكوليبريم هبقى دايخ ماشي ملخبط بس الجهاز الحركي سليم، يبقى فيستيبولار اتاكسي. وبعدين في سيريبيلر بناخدها دلوقتي، وفي ميكس اتاكسي اكتر من كذا واحده مع بعض. ايه المانيفيستيشنز اتاكسي؟ هعملها لكم اولاد زي ما عملنا في المحاضره بتاعه البيزر جانجل. هقول للعيان اشهر تجربه، حط صباعك على مناخيرك، يجيب ايده كده واقول له حط صباعك على مناخيرك. لو ما فيش سيريبيلم هيعمل ايه؟ احنا قلنا الماسلز عاوزه الاوفر شوت، حط صباعك على مناخيرك روح جايبها كده، يبقى يسموها ديسمتريا، سوء تقدير الابعاد. ساعات بقى يعني يكتشف انه هيروح بعد فيصلحها، مين اللي يصلحها؟ سيريبال كورتكس، بس بدل ما يصلحها قبل ان يصلحها بعد ان، فجاي كده اروح جايبها الناحيه الثانيه، ابقى انا عديتها اجيبها ثاني الناحيه الثانيه، مش جاي اقعد احز ده كده وفي الاخر تروح جايه في احد. يبقى في هذه التجربه شفنا حاجتين، انتنشن تريمورز، كاينتيك تريمورز، ان كل مره اقول له حط صباعك على مناخيرك يغلط، بس السيربيلان كان بيصلح قبل ان يحدث الخطا. ممكن السيربيلار كورتكس ياخد الوظيفه دي بس بفرق مليون جنيه، يصلح بعد ان مش قبل ان. يبقى الخطا حصل يقول صلح، لا رجع ايد تاني، يرجع عدينا رجعها تالت رابع، فتقعد ايد رايحه جايه وفي الاخر تروح جايه في اي حته. يبقى في التجربه دي شفنا حاجتين، ديسمتريا يعني سوء تقدير الابعاد، وشفنا كاينتيك تريمورز عكس الباركنسونيزم، يعني العيان بتاع السيربيلم وقاعد ايده زي الفل مفيش اي تريمورز، دوكا كان عنده ستاتيك تريمور يحرك ايده تضيع، انما ده هو قاعد كويس. طب حط ايدك على مناخيرك يحصل تريمورز وفي الاخر ديسمتريا. بقولها حتى بطريقه لطيفه فيها مزاح عشان تفتكر. بتخيل اتنين عيانين، وهو سؤال شافه مهم جدا، عيان عنده باركنسونيزم ستاتيك تريمور، وعيان قاعد جنبه بيشحتوا هما الاثنين، عنده نيو سيريبيلر ليجن، بتاع الباركنسونيزم قاعد عمال ايده تتهز، ساعه ما جيت تديله الحسنه ايده ثابتت، فانت تهلك انه بيضحك عليك. بالعكس بتاع السيريبيلر قاعد زي الفل، جيت تديله الحسنه عمال يعمل لك ايده كده ما انتش عارف تحطها فين، برضه بيتهلك انه بيضحك عليك، ما كانت ايده كويسه اهو ساعه ما بيتحرك عمال ايده. يبقى ده كاينتيك تريمورز، ده في اثناء السكون وتضيع مع الحركه، ده مفيش تريمورز في السكون وتحصل مع الحركه، كاينتيك تريمورز. دول اشهر نوعين تريمورز في الطب، ستاتيك في الثبات وتضيع بالحركه باركنسونيزم ومعاها ريجيتي، انما كاينتيك تريمورز بتبقى وهو قاعد ثابت مفيش حاجه مع الحركه بس ومعاها هايبوتوني في السيربيلا. ده اجابه السؤال، ايه الفرق بين اشهر نوعين في التريمورز؟ ستاتيك تريمور باركنسونيزم، كاينتيك تريمور سيربيلا. ستاتيك تريمورز من اسمها في اثناء الريست وتضيع بالحركه،
ومعها ريجيتي. الثانية كاينيتيك تريمورز مع الحركة ومعها هايبوتونيا. العين سايب بقول حتى يعني كان في عيان اسمه سوسو عنده سيريبيلم، فبقول سوسو سيريبيلم سايب هايبوتونيا عشان ما تنساش. سوسو سيريبيلم سايب حفظت له في المحاضرات. طيب يبقى في تجربة الفينجر تونوز تيست شفنا حاجتين، شفنا الديسميتريا وشفنا الكاينيتيك تريمورز اللي هي نمرة 6. طيب في حاجة تاني اسمها ديس داديكوكاينيزيا. الأول أوريها لك. ديس يعني صعوبة زي ديسنيا، داديكو يعني متعاكس، كاينيزيا يعني حركات، صعوبة الحركات المتعاكسة. ديس كاينيزيا يعني حركة ودادو يعني متعاكسة. طب أشهر حاجة فيها إيه بقى؟ أهي لو أي شخص قلت له عاوزك تعمل سكسيسيف سوباينيشن وبرونيشن، أنت ممكن تكتشف روحك بالطريقة دي. طريقة سهلة جدا أهو، سهلة جدا أعملها. سكسيسيف سوباينيشن وبرونيشن، دي كده ودي كده. يبقى أقدر أعمل أي حركة متعاكسة. عيان السيربيلا بقول له دي عاوزة كوردينيشن، أعمل كده ما أعرفش. صعوبة الحركات المتعاكسة، ديس ديادكو كاينيزيا. طيب برضو إيه حاجة تانية عاوزة توافق الكلام؟ فعنده صعوبة النطق، ديس آرثريا. آرثريا يعني نطق. تقول عن الكلم بتاع السيربيلا موضوع عاوز كوردينيشن، فتلاقي عنده سليرد يعني الكلام متقطع. حتى في احلى تعبير يقول لك في نوع من الميوزك اسمه ستاكاتو. ستاكاتو يعني متقطع الميوزك، ستاكاتو سبيتش. عارف يعني الكلم ازاي؟ ما هو لما انا اتكلم بطلاقه كده الكلام ورا بعض لان في كوردينيشن، فهو مش مفيش كوردينيشن، فيقسم الكلمه لمقاطع قصيره شورت ويفجرها في مخك اكسبلوسيف، ويحرك وشه كتير وهو بيتكلم. التجك التعب الكوانتك يسموها التكاتو سبيتش بتاع السيربيلم، التكاتو سبيتش ديس ارثيا. يبقى خدنا ثلاثه ديس، هحفظها بطريقه جميله. ديسميتريا سوء تقدير الابعاد، يا اما هايبرميتريا يا اما هو راجع يجيبها الناحيه الثانيه هايبوميتريا. ديسميتريا ديس داديكوكاينيزيا ما يقدرش يعمل حركات متعاكسه، ديس ارت ثلاثه ديس خلاص. وبعدين ناخد ديكومبوزيشن اوف موفمنتس. لما يبقى في موفمنتس انفولفينج ماني جوينتس ما يقدرش يكوردينيت يعملها يحاولها لحركات قصيره، اسمها ايه بقى؟ بيعملوها بتجربه اسمها هيل توني تيست. مش عارف هعملها ازاي الحقيقه، انا اسف هقلع الحذاء بقى عشان خاطر عيب احطه في الشكو وهوريكم التجربه. احط رجلي على المكتب كده وارفع رجلي دي، اسمها هيل توني، ديني انزلها كده عني وامشيها على ساق رجلي بالشكل ده، اسمها هيل اهي توني تيست. انا شخص طبيعي يقدر يحط بسهوله شديده اهي كذا جوينت، هيب وني كله شغال، اقدر اعمل كوردينيشن واجيبها كده وامشيها. انما هو ما يقدرش، تلاقي رجله عماله تلعب بقى كده وكده 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 مش عارف يعملها، اسمها هيل تو ني تيست. دي كومبوزيشن اوف موفمنتس. انا اسف ان يعني حطيت في وشك بس عشان تفهموا. بعدين درانكال جيت وديستربنس اوف بوشر، يمشي كانه سكران. Swings to one side then correct himself. زي السكر. Drunken gait. فاكر بتاع الباركنسونيزم كان بيمشي short step شافلي وما بيحركش ايديه. ده ماشي. The patient sways to one side then corrects himself. Sways to one side then corrects himself. كأنه سكران. Drunken gait. عندي قصة هنا عن Drunken gait. الأديان أول ما تبتدي تبقى فيها تشدد جامد. فأول ما الإمبراطورية الرومانية تحولت إلى المسيحية، في 18 فيرس 18 آية في المسيحية تمنع تماما شرب الخمور. فأخذوا قرار مبالغ فيه إنه لو يشرب خمرة يعدموه، مع إن مفيش ولا آية في أي دين تقول اللي بيشرب خمرة يتعدم. المهم هم خدوا هذا القرار، تشدد بقى.
على كده على الوش في اول كام سنه اعدموا لهم حوالي 100 واحد. بعد كده اكتشفوا ان عدد منهم عمره ما شرب خمر، انما كانوا غلابه عندهم سيريبيلر سيندروم، فعندهم درانكل جيت، وهو عمرهم ما شربوا خمر. درانكل جيت ده يفكرك السيريبيلر، ناس ماتت ظلم بسبب التشتت. طيب درانكل جيت وديستيربنس بوش. نمره 6 كاينيتك تريمورز، دي بنشوفها واحنا بنعمل فينجر تونوس، يعني وانت بتعمل الفينجر تونوس لسه بتلاحظ حاجتين، لانه مفيش فرامل فبي اوفر شوت، وبعد لا لا السريبرم بعد ان صلح ارجع تاني، فيقعد رايح كاينيتك تريمورز في الاخر ديسميتيا كاينيتك تريمور وديسميتيا، مفيش البريكنج فانكشن. نفس الكلام في الاي بول تريمورز اللي هو نستجمس، مفروض نفس القصه. انا لما واحد يكلمني ناحيه دي اروح باصص له كده وموقف عيني على طول، صح؟ دلوقتي انا ما عنديش الفرامل حتى في العينين، ما اقدرش اوقف اشغل انتاجونست واوقف الاجونست، فاي واحد ابص له اروح متخطيه كده وراجع تاني وراجع تاني، يبقى اي بول تريمور او نستجمس، يبقى كاينيتك تريمور في الايد واي بول تريمور. وصلنا كام يا اولاد؟ 7. نيجي بقى الريباوند. ريباوند دي لطيفة قوي، انك انت همثل انت كده هتجيب ايد العيان قصادي اخليه يحط كده واقول له شد عليا انا العيان، وانت لو انت حاطط ايدك كده لما تسيب ايدك فجأة العيان يروح ضارب نفسه. ليه؟ لانه ما بيقدرش يوقف الحركة in the precise time، يعني انت تحط ايدك وتقول له شد شد عليا وتروح سايب فجأة يروح ضارب روحه. عشان كده بنقول دي لازم عندك ميرسي وانت بتعمل الحركة دي. انا وانا كنت بعملها في المحاضرة كنت اجيب طالب ثالث يحمي وش المريض عشان لما هسيب ايده ما يضربش وشه، يعني طالب واقف وراه بس يحمي وشه ويحاول يوقف ايده قبل ما تضربه، واقول له لحذار عارف لو العيان خبط وشه هبهدلك انت، لان العيان ما عندوش بريكنج فانكشن، فيشد شد اول ما تسيبه يروح ضارب نفسه. احنا لو شديت وسبت فجأة تقدر توقف، دي اسمها ريباوند. The patient cannot stop the act in the proper time. Cannot stop the movement in the proper time. اسمها ريباوند. ادي اوصاف الاتاكس. يبقى نحفظها ازاي بقى؟ انا مرتبها لك ترتيبه حلوه قوي. اول ثلاثه مع بعض. ثلاث صعوبات. ديسمتريا. صعوبه تقدير المسافات. ديس داديكوكاينيزيا. صعوبه الحركات المتعاكسه. سوباينيشن برونيشن. ديس ارثيا صعوبة النطق اللي هو ستاكاتو سبيتش اللي هو سليرد سبيتش اللي هو شورت اكسبلوسيف ويز اكسسيف موفمنتس اوف فيشر ماسل. وبعدين اثنين تريمور 6 و7 كاينيتك تريمورز في الايد واي بول تريمور نستجمس في العين، يبقى وصلنا 5. وبعدين دي كومبوزيشن اوف موفمنتس اللي وريتها لك بالهيل تو ني تيست كان نوت دو كوردينيتد موفمنتس انفولفينج ماني جوينتس كوردينيتد موفمنتس انفولفينج ماني جوينتس. والدرانكل جيت شفناه اللي بيمشي زي السكران، يبقى وصلنا كام كده يا اولاد؟ 7 و8 ريباوند. شد ايدك شد ايدك قصادي سيبه فجاه يروح ضارب روحه. ذا بيشنت كان نوت ستوب ذا اكت ان ذا بروبر تايم. ده الاتاكس يا اولاد. تاني حاجه بقى عند هذا العيان ان عنده اللي احنا مبوظين النيو سيريبيلم اللي هو فاسيليتاتوري، فنلاقي الماسل تون عنده هايبوتونيا عكس الباركنسونيزم، عنده هايبوتونيا. واحنا اتعلمنا ان لما بيبقى في هايبوتونيا لما تعمل له الني جيرك مين اللي بيمسك الرجل بعد ما تعمل الجيرك؟ التون، يبقى تقعد الرجل رايحه جايه، سموها بندولار ني جيرك. بندولار ني جيرك ده المرض الوحيد في السيريبيلم، وهقوله تاني في عجاله. يبقى الليجن لو في الديب نوكلياي بيعمل بيرمننت افكت، لو في الكورتكس تمبرال افكت. ايه اهم نقطه في الام اس كيو؟ ان الافكتس على السيم سايد. ليه؟ بسبب الدبل كروسنج، الشمال متصل باليمين واليمين بيحرك الشمال، اذا لو بصصت الشمال يبقى يبوظ العضلات الشمال. ظواهر المرض حاجتين، اتاكسيا ومسل تون. اهي اتاكسيا ومسل تون. اتاكسيا عباره عن ايه؟ ان يا اولاد ان كوردينيشن اوف لانتري موفمنتس، يعني حركات غير متوافقه بس يستدركني. بس خد بالك
الجهاز الحركي سليم ان ابسنس اوف موتور ليجن، لا في ابر ولا في لور موتور ليجن. هو ده تعريف الاتاكس، هتحفظوه صم. ان كوردينيشن اوف جرانتري موفمنتس ان ابسنس اوف موتور ليجن. طب ايه ظواهرها؟ 8 3 ديسمتريا، صوت اللي هي هايبومتريا، يا اما صباعه يجي قبل مناخيره يا هايبرمتريا بعد مناخيره. ديس داديكوكاينيزيا، صعوبه الحركات المتعاكسه. ان ابيليتي تو دو الترناتيف سوباينيشن اند برونيشن باي بوث هاندز. ديس ارثيا، صعوبه الكلام اللي هو استركاتو سبيتش او سليرد سبيتش اللي هو شورت اكسبلوسي بيفجر كام التجك ويز اكسسيف موفمنت سوبيشال ماسل. وبعدين اتنين تريمورز، كاينيتيك تريمورز في الايد واي بول تريمورز بنفس الفكره، لان مفيش بريكنج، مفيش فرامل توقف في الحته اللي احنا عاوزينها. دي كومبوزيشن موفمنتس هتعملها بتجربه اسمها هيل ني تيست، الاولانيه كانت اسمها فينجر نوز اللي رسمها لك اهو، فينجر نوز دي اسمها هيل ني تيست وريتها لك. وبعدين ريباوند، لما يشد ايدك قصاد دراعه وتسيبه فجاه يروح خابط نفسه، ده ريباوند. ودرانكال جيت، بيمشي زي السكران ويز ديستيرب بوشر. تاني حاجه عنده المسل تون هايبوتونيا وبندولار نيجير. قلت لكم في سؤال هنا مهم هيسالك، ايه الفرق بين الكاينيتيك تريمور بتاعه النيوس سيربيلم والستاتيك تريمور بتاعه الباركنسونيزم؟ اول فرق ان دي الليجن في النيوس سيربيلم، انما الثانيه الليجن في السابستانشا نيجرا. تاني فرق من اسمها، استاتيك يبقى ديورينج ريست وتقف بالموفمنتس، انما كاينيتيك كاينيتيك في اثناء الحركه وتقف بالسكون بالريست. وتالت فرق ان هناك كان في ريجيديتي انما هنا في هايبوتونيا. يبقى تلات فروق، هناك سابستانشا نيجرا، هنا نيو سيربيلم. الاستاتيك ديورينج ريست، الكاينيتيك ديورينج موفمنتس، والعكس، دي تقف مع الموفمنتس ودي تقف مع الريست، ودي معاها هايبرتونيا ودي معاها هايبوتونيا. اسئله مهمه قوي النهارده يا اولاد. كده اخر حته بقى في دقيقتين نقولها في عجاله، كنترول اوف جرانتري موفمنت، ده سؤال شافوي. الكوماندز مين يحط الاوامر؟ قلنا الكورتيكال اسوشيشن اريا، لانها بتنتجريت الانفورميشن دي، بتتلقى الكورتيكال اسوشيشن اريا بتتلقى الاحساسات والموتور سيجنالز والفيجن والاوديتوري وتقدر الموقف وتطلب الحركه كوماند. يبقى الكوماند اللي بيعمله الكورتيكال اسوشيشن اريا. طب مين يحط البروجرامات؟ لو حركات سريعه يبقى سيريبيلم، بطيئه يبقى بيزر جانجليا. ولا تنسى ان من ضمن البروجرامرز المشهورين كانوا البري موتور والسبلمنتال موتور ايريا، حتى مش مكتوبه هنا بس المفروض تبقى عارفها. يبقى السيريبيلم السريع، البيزر جانجا البطيء، والبري موتور والسبلمنت، دول يحطوا البلان بروجرام. طب مين اكسكيوت ينفذها؟ البراميدر الاكسترا براميدر. فده سؤال شافه. يبقى كنترول اوف جرانتر موفمنتس ثلاث خطوات، الكوماند اللي يحط الفكره اللي هو الكورتيكال اسوشيشن اريا، دي اللي هي بتعمل ايه وظيفتها؟ الكورتيكال اسوشيشن ارياز دي بتنتجريت الانفورميشن، السنسو الموتور الفيجوال اوديتوري، عشان كده بتشمل الفيجوال اريا والاوديتوري اريا والسنسو ارياز والموتور ارياز، اسمها كورتيكال اسوشيشن ارياز، انتجريت كل ده. طب مين يحط البلان؟ لو عاوز حركه سريعه السيريبيلم، خلاص ولا تنسى بتاع السيريبيلم سوسو سايب، بيبقى عنده هايبوتونيا، سوسو سيريبيلم سايب والسيريبيلم حركات سريعه. مين يحط البروجرام بتاع الحركات البطيئه؟ بزال جانجيا، بطيء بزال جانجيا، السريع سيريبيلم. طيب وفي السيبا كورتكس في بروجرامر، خدناهم يا اولاد، البري موتور والسبلمنتال موتور ايه. طب ومين يكسكيوت ينفذ الحركه؟ بيراميدال تراك واكسترا بيراميدال تراك. يبقى ده كنترول اوف جرانتري موفمنتس، كوماندز كورتيكال اسوشيشن ارياز انتجريت الانفورميشن، بروجرامرز او بلانز السيريبيلم والبيزال جانجلا والبري موتور والسبلمنتال موتور اريا. مين اكسكيوتد؟ البيراميدال والاكسترا بيراميدال. كده خلصنا اخر محاضره هامه، لسه عندنا شويه محاضرات سي ان اس اقل اهميه بكتير. دي كانت اخر محاضره مهمه في السنسيو موتور اللي هو البيزال جانجلا والسيريبيلم، ودي اللي عاوزه فهم عميق يا اولاد، اتمنى تسمعوها اكثر من مره. وفي النهاية بأشكركم على يعني انه ادتوني وقتكم، واتمنى اكون افدتكم، ونلتقي بإذن الله قريبا، واسعد الله مساءكم او صباحكم اينما كنتم، والقاكم بإذن الله في القريب العاجل. Good luck يا أولاد.